بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله أجمعين. في رحلة بحث موسى عن العبد الصالح، كانت العلامة هي عودة الحياة إلى السمكة الميتة المملحة التي كان يحملها يوشع في السلة، وكان إحياء تلك السمكة إشارة لموسى عليه السلام بأنه قد دخل إلى عالم آخر، عالم تختلف قوانينه ومعارفه عن قوانين ومعارف البشر. دخل موسى إلى عالم تسيير الأقدار للبشر، هذا العالم الذي لا يعلم عنه أحد إلا خالق الكون والبشر وموجد قوانين ونواميس هذا الكون. يرى أنه كان من الأحرى بموسى والخضر أن يغادرا هذه القرية البخيلة وأهلها الذين أبوا أن يضيفوهما وأوصدوا الأبواب في وجهيهما، ولكنه الدرس الثالث الذي كان على الخضر أن يعلمه لموسى في هذه الرحلة العجيبة. قال الخضر: فلنبت ليلتنا هنا أسفل هذا الجدار. نام موسى من التعب والإرهاق بينما قضى الخاضر الليل كله وهو يصلح هذا الجدار الذي كان على وشك أن ينهار. انظر يا أخي إلى هذا الرجل الغريب. عجباً، لقد أصلح الجدار وأقامه مرة أخرى. حمداً لله، أصبح السير بالقرب منه آمناً. ينهض موسى من نومه ويرى الخضر وهو يصلح الجدار، ويندهش موسى من تصرفه ويقول له: إن أهل هذه القرية البخيلة لا يستحق من فيها هذا العمل، ولو شئت لاتخذت عليه أجرا. وبهذا القول وفي هذه اللحظة حكم موسى عليه السلام على نفسه بفراق العبد الصالح. قال الخضر: كان شرطي يا موسى ألا تسألني عن شيء حتى أحدثك عنه، وأنت قبلت بهذا الشرط. هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. لقد حذر العبد الصالح موسى من مغبة السؤال، وجاء الآن دور تفسير ما غاب عن موسى عليه السلام. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. لقد أصدر الملك أوامره بالاستيلاء على جميع السفن وضمها إلى الأسطول الملكي لمواجهة الأعداء.
ما هذا؟ إنها سفينة خرب ولا تصلح للعمل ضمن الأسطول الملكي. اتركها ولنبحث عن غيرها. بدأ الخضر في تفسير ما لم يستطع سيدنا موسى فهمه. قال الخضر: لقد كان هناك ملك ظالم يستولي على كل سفينة، وأهل السفينة الذين أكرمونا بالركوب معهم مساكين ولا يملكون غيرها، ويكسبون قوتهم من الصيد ونقل المسافرين، وإذا استولى الملك على السفينة سيهلك أهلها، فأردت أن أصيبها بعيب حتى لا تؤخذ منهم، وأعلم بأنهم يستطيعون إصلاحها. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. هيا يا ولدي تناول معنا الطعام. لقد سئمت طعامكم، إنه لا يتغير أبدا. حمدا لله على نعمه. أهكذا؟ أهكذا تعامل نعمة الله يا ولدي؟ وسئمت الحياة معكما أيضا. ما بال هذا الولد العاق؟ ليت بطني لم تحملك أيها الشقي. رحمك رحمك يا رب. قال الخضر: فإذا مات هذا الطفل وهو صغير فلن يكتب عليه ذنب، فكان قتله رحمة للطفل ولوالديه، وأوحى الله لي بأن سيعوضهما بولد صالح يبرهما ويحسن إليهما. يا أم يوشع، أما زال ولدك يتبع موسى الذي يدعي أنه نبي؟ وما شأنك بولدي يا نحوم؟ نخشى أن يضله موسى كما أضل غيره. لقد حكى يوشع عن أشياء غريبة بين موسى وهذا الرجل الغامض. أيعقل أن سمكة ميتة مملحة تعود الحياة إليها مرة أخرى؟ ولدي يوشع لا يكذب. أخشى أن يضلك أنت أيضاً يا أم يوشع. كفوا عن السخرية والثرثرة، ولا شأن لكم بي ولا بولدي يوشع.